السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ اليوم بغيت نوريكم صباغة ديال الشعر اللي هي من شركة ألمانية، واللي أنا كنصحكم تستعملوهم. عندهم مميزات كتيرة بالنسبة للشعر هذا، بالنسبة للعيالات اللي فيهم شيب هي كتدوم مدة طويلة، وفيها وكتبقى واحد اللمعان زوين، وهي احسن من الصباغه اللي هنايا اللي كيتباعوا، اللي من بعد ما كتصبغ شعرك كيولي الزغبه شويه حرشه. لا، هذه جميله بزاف، كنتمناكم تستعملوا هذه الصباغه اللي هالبواطه علاش مناش كتكون. ايوا، نتمنى البنات تستعملوا هذه الصباغه. صحه وراحه. يلا الله يعاونكم.